التجربه بتاعت بورسعيد تجربه ناجحه، بس المشكله كلها اللي احنا بنقول اما تتعمم في فئات معينه مش عايزه تخليها تبقى جديه. بس هو لو الوزير فعلا عايز يدعم يشيل الدعم ويقدر يوصل رغيف المنتج الجيد للمستهلك او للشعب، واخد بالك، يخلي الدقيق حر. لو خلى الدقيق حر ليا انا كسياحي او طبائي او مدعم، واخد بالك، يبقى الوعي يبقى كده بقى كله في سوى واحد، والصنعه والجوده هي اللي هتحدد الرغيف للمستهلك، واخد بالك. زي ما بقول لك كده، الرغيف ده بيتباع ب 50 قرش بس ده داخل له زيرو مع تدريب الدقيق معينه، واخد بالك، بيطلع رغيف جيد جدا ورغيف كويس. حضرتك قلت لي ان الميزان بتاع ده هو الميزان بتاع ابو خمسه، هو يعتبر ده 150 جرام، الثاني 130 جرام، يعني اصول رغيف ابو شيلر يطلع بهذه المواصفات، واخد بالك. بس المدعم عشان في استهلاك شويه ما فيهوش صنعه خالص، فعشان كده الرغيف بيطلع راضي للمستهلك. يبقى برضو كل الحاجه لو اداله الضيق برضو وحاسبه برضو هطلع رغيف رضيء، عشان برضو ان الضيق ان هو هيتحاسب بعدها، مظبوط ولا غير؟ احنا بنتكلم هنا لو ساب الضيق حر بسعر موحد للكل، واخد بالك، موحد للكل فعلا زي التجربه بتاع بورسعيد، وبيدي فرقها لصاحب الفرن دي، ممكن ان بس الرغيف يطلع بالمواصفات اللي احنا بنقول عليها، بالصنعه النظيفه، بالصنعه الكويسه، وتحسين طبعا المنتج بتاع الضيق ده اساسي، مش عايز كلام. طيب هو المفروض التجربه حسبها ان الشخص هياخد 3 رغيف في اليوم، هل انت شايف ان في عادات اللي بتجيلك ومن الناس اللي بيجولك ده كفايه بالنسبه له؟ مكفيش للمستهلك، يعني عيل هياكل 3 رغيف او راجل هياكل 3 رغيف طول النهار صعب قوي، الكميه قليله جدا جدا، يعني اقل حاجه هي 5 رغيف لكل، على الاقل كل شخص، يعني عيله لما تاخد برده 5 رغيف باربع عائلات 20 رغيف، مع مكرونه مع رز، ماشي، غير 3 رغيف ما افتكرش تكفي. يعني المشكله كلها بتبقى موجوده في سعر الدقيق، لو واحد الدقيق يبقى 10 على 10 هيضمن ان المنتج يخرج كويس. بالنسبه لي انا كسياحي، بالنسبه لبقيه الافران، حاجه شغال في المجال فقول لي، يعني شغال في المكان عشان يدي هو المدعم، يدي له الشكاره ب 8 جنيه واخد بالك، يدي له الشكاره ب 8 جنيه بتتباع في السوق السوداء ب 70 جنيه، واخد بالك، غير منطقي خالص. الاصول يبقى في موحد، يعني موحد السعر ليا، يعمل لي شكاره معينه ليا انا كسياحي ب 70 جنيه ب 75 زي ما يكون ب 50 زي ما يحسبها زي طبقي بالظبط، ويدي للمدعم دوت واخد بالك حصته بالكامله برده كده، بس بالسعر العالي اللي هو زي بالظبط، هيفرق ما يعني اقل مني بحاجات بسيطه، هيفرق ايه الجوده بتاعتي وبتاعته في الحته دي، هيبقى في تضارب واخد بالك بسيط جدا، مش تضارب جامد زي دلوقتي من واحد بياخد شكاره ب 8 جنيه واحد بيجيب شكاره ب 150 جنيه، هي دي الصعبه فيها. في تجربه المفروض ان هي تطبق من اول 20 يناير او في الطبقات في بورسعيد لتحرير سعر القمح، وعن طريقها هيتم ان هو هيحاسب المخابز كلها زي بعض، انت بقى راجل شغال وبتاكل بتشتري عيش ساعات من الفرن، ايه الفرق بقى؟ الفرق ان ده عيش سياحي والتاني عيش بشيرين بس ما بيتاكلش. يعني معظم الناس ما بتاكلوش، بتاخده لمغزى للطيور ولمغزى البهايم، ما بيتاكلش خالص، حتى عندنا ما بيتاكلش. يعني انا لما بريح مثلا يومين ولا ثلاثه ولا كده وبسافر البلد ما بناكلوش، معظم الناس ما بتاكلوش، فالناس بتلجا للعيش السياحي. طب ما هو يدعم سعر الدقيق كله والمنتج الصح والناس هتشتريه. حضرتك عجان، ايه الفرق بقى بين عجينه العيش ده مش هو الاثنين دقيق والمدعم بيخش هنا ويخش هنا، ايه المشكله؟ ايه الفرق؟ الفرق ان ده دقيق نظيف ومنخول، والفرق ان ده دقيق بلدي ومش صنع مش صح. انما هنا يعني في اتقان شويه، يعني الفرق بين ده وده الاتقان في العمل، في الصنعه، في العجين، في الشغل، في ان انت بتمشي واحده واحده، تظبيط، كله بيرجع للصنعه. 3 رغيفه في اليوم يقضوك؟ 3 رغيفه في اليوم يقضوك؟ ازاي؟ مين هياكل 3 رغيفه في اليوم؟ سواء يا معلم او عجل، مين هياكل 3 رغيفه في اليوم؟ الواحد ممكن ياكل في الطاقه 3 4 رغيفه. مين هياكل 3 رغيفه في الطاقه؟ يعني انت الفكره ان هو هيدعم لك 3 رغيفه والباقي ممكن تشتريه سياحي، يعني هو مثلا هيديك عيش زي العيش السياحي 3 رغيفه في اليوم؟ في اليوم في اليوم. في الجيش بيدوا لواحد 5 رغيفه، بره يدوا له 3 رغيفه، ده العيل الصغير النهارده اللي عنده مثلا 6 سنين 7 سنين ياكل 3 رغيفه في طاقه. معايا؟ لا لا لا، الواحد يعني انت لما تكون نفسك مفتوحه هتقعد تاكل هتاكل. ماشي، مش هتاكل ايه؟ اما تكون نفسك مزوده ممكن تجيب اكو بسكوت مش عارف ايه بتاع كده، حاجات خفيفه، انما انت تعرف ما في تعرف تحرر سعر الرغيف وتعرف تدعم التجربه دي، لازم تديك مثلا في اليوم عدد معين. عدد معين المفروض مثلا يعمل للفرد مثلا اقل حاجه، مثلا انا هقول لك لو 7 8 رغيفه في اليوم ماشي للفرد،
يعني انت لو فطرت برغيفين و... او خمس ترغيفه زي الجيش، خلاها زي الجيش. العسكري ده، العسكري بياخد خمس ترغيفه وبيشتري من بره. لكن هو الفرق بين العيش ده والعيش التاني الصنعه، الصنعه والدقيق النظيف، يعني مثلا لان ده دقيق بلدي، ده دقيق ايه زيرو. فالصنعه هنا والدقيق مع دي مع دي بتفرق. ماشي، انت هتخلي مصورتي المصور التلفزيون زي المصور الفوتوغرافي؟ لا، دي شغلانه ودي شغلانه، بس هو في الاخر بيقول لك ده تصوير. ما ينفع زي ثلاث ترغيفة، إذا كان الزبون بيخش ياكل عندي بياخد خمس ترغيفة يتغدى بيهم والله يفطر، ثلاث ترغيفة يعملوا إيه؟ ولا أي حاجة أب. هو يا كل حاجة غليت، أنا بقول لك الصراحة، البطاطس غليت، الزيت غالي، الرز غالي، كل حاجة غالية. خلينا في العيش، أنت مثلا أنت شايف إن الشخص ما يقضوش ثلاث ترغيف في اليوم؟ لا ما يقضوهوش طبعا. ده أنا بيجيني كلب، يا ريت يجي دلوقتي قدامكم كلب، بيجي اديله رغيف اقول له كله خلصه ويجي تاني بياخد لحد خمس رغيف بياكلهم. انا كدابه اسال بتاع الفرن وما بياكلوش الا عيش سخن. ايه رايك بقى؟ ربنا يخليك الجنه فيه. والله خمسه، مش تقول لي ثلاث رغيف، ثلاث رغيف ايه؟ هو مشروع ممكن تكون تجربه وممكن تكون تجربه ناجحه، بس بحيث ان الثلاث رغيف اللي تاخده يتاكلوا، وانا ممكن اكمل لعيالي بعيش من غير مدعم من فرن تاني، بس الثلاث تغيف اللي اضمن اخدهم مدعمين دول عيش يتاكل ولا عيش ياخدوا ويرميه للغنم؟ لان الدقيق نص وثلاث ارباعه بيتاخد للفرن ويبيعه بره في السوق. بس انت قضيت ثلاث تغيف في اليوم، شايف ان كل واحد ويبقى ويكمل الباقي من بره؟ والله اسمعني، هي ممكن تكون تجربه ناجحه. البطاطس الذكيه هتبقى زي بطاطس التموين كده. ايوه واخد بالي، ممكن تكون تجربه ناجحه، نمشيها شهر ونشوف راي الناس بعد كده ايه. لو طبقته ورسايد فعلا، لو العيش طلع نظيف وكويس، اهلا وسهلا بالتجربه. يعني احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده، ان التجربه تنجح. وعيش بورسعيد زي الفل، عيش بورسعيد كان بيشيلن ورغيف ما شاء الله قد كده، زي رغيف السياحه. يعني قد كده رغيف، اي ادى بنص جنيه هنا، كان هناك بيشيلن ادى بنص جنيه هنا، وكان في ضمير بيتعمل مظبوط. هل هنا هيطبق مظبوط؟ المفروض يبقى في رضع للافران، رضع للافران. العيش اللي مش يطلع مظبوط بتاع الفرن هو اللي يحمله، مش هو الزبون يقول هو ده اللي عندنا رد، ما فيش حد بيقبله. والله هو حضرتك لو حصل دعم، احنا عايزين الرغيف بالمواصفات اللي احنا عاوزينها. انا بشتري العيش اللي هو بربع جنيه الرغيف، ما بشتريش العيش بتاع الفرن ده خالص، لان انا باخد الرغيف اولا غير صالح للاكل. لو قعد خمس دقايق ما تعرفش تاكل لقمه، ما تعرفش تغمسه، لان الاولاد بيرفضوه كمان. انا بشتري العيش اللي بربع جنيه، حتى العيش اللي بربع جنيه النهارده اصبح الرغيف، انا جايبه الرغيف امبارح قد كده اهو، قد كده. يعني نجيب ايه بقى بعد كده؟ يعني يصبح بقى الرغيف بكام والناس تشتريه بكام؟ انا لو عندي العيله الاسره بتاعتي ست انفار، اجيب لها عيش منين؟ ااكلها ازاي؟ طب انا قادره النهارده اجيب عيش، غيري مش قادر، الناس الغلابه تعمل ايه؟ لقمة العيش أهم حاجة، إحنا عايزين الدعم في العيش، وعايزين العيش يكون صالح للاستهلاك الآدمي. دي تجربة كويسة ويا ريت تمشي، يعني نتمنى إن هي تمشي كده، لسبب لأن معلش الموظفين نفسهم بيحصل معاهم حاجات في الفران والكشاك، بيجي العياشين بياخدوا العيش بكميات كبيرة وبيظلموا الناس. إيه العياشين؟ العياشين الناس بتوع العيش اللي بيبيعوا العيش، بياخدوا كميات كبيرة، بياخدوا حق المواطنين بصراحة. يعني واحد بيبقى واقف في العيش مستني ياخد بجنيه عيش، بيجي العياش بياخد بالخمسة جنيه وبالعشرة جنيه، كل ده عشان يدفع عليهم 2 جنيه ولا 3 جنيه. طب حرام ولا حلال؟ هو بيبيعهم طيب؟ ايه؟ هو بيبيعهم؟ خدهم يبيعهم، بيستفاد من وراهم. ما حرام، ما ده ما بيوصلش للشعب والشركة. معلش الموظف اللي واقف في الكشك ما هو بيعمل كده ليه؟ أو بيعمل كده ليه؟ ما هو بيعمل كده عشان عارف إن الشركة مرتباتها قليلة جدا. يعني لما يبقى موظف في الشركه بياخد 500 جنيه ولا 400 جنيه، حرام ولا حلال في الشهر؟ في حاله بقى ان هو رفع الدعم عن الرغيف وحرر سعر القمح، وبقى الموضوع بالبطاقات الذكيه زي التموين. يا ريت احنا بنتمنى حاجه زي كده. طب وانت شايف ان كل واحد يقضي 3 رغيف في اليوم؟ ممكن، ليه لا؟ ايه المشكله؟ هو مفيش حد بياكل اكتر من طاقته. لكن ده هيحد من السرقه اللي بتحصل في العيش؟ هيحد طبعا، اكيد. لا برضه هو العيش ده المفروض يتحسن شويه. المفروض يتحسن شويه. قبل كل شيء المكنه لازم تتغير بتاعت العيش، لانها بتطلع العيش مسلوق، ما بيصدقوا يرموا الرغيف على السير. ها
ويطلع زي ما يطلع بقى، يطلع معجن، يطلع محروق، يطلع مزفت بزفت، انه لا يصلح للاستخدام الادمي ابدا ابدا ابدا، ويطلع عجين ملتوت. مش يفردوا الرغيف الاول مثلا، ده كله عيب من المكنه نفسها، من السير نفسه. السير ده لو غيروا المكنه، مكنه كبيره شويه بتقلب الرغيف على الناحيه الثانيه وتطلع على سير يهويه الناحيه الثانيه، ده يبقى افضل طبعا. القش هيطلع متحسن ونضيف كويس. انا شايف ان هو تجربه لو عن طريق الاداه الذكيه ده هيبقى شيء مفيد، شيء احسن يعني. شيء طبعا احسن، شيء احسن طبعا، مفيش شك يعني بكده، ده لازم يبقى احسن.